السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال البسطيله بجميع التفاصيل ديالها. هنا بالنسبه كيف كتشوفوا معايا، هذه العماره صايبتها من قبل ديال البسطيله. غادي تشوفوا معايا كل شيء المراحل من بعد في الفيديو. عندي هنايا الحوت، خليت من شويه من الحوت الابيض وشويه من القمران وشويه من السيبيا. غادي نحتاج الورقه ديال الفيلو رقم 4، من الاحسن تاخذوا جوج العلب تخليوهم على جنب بالنسبه لبغيتي تصور البسطيله، حيت كتحتاجوا الورقه، حيت هي رقيقه كتحتاجوا الورقه بزاف. غادي نحتاج الزبده مذوبه. بالنسبه لهاد العماره اللي شفتوا معايا، انا غادي نوريكم كل شيء الطريقه بالتفصيل، غتشوفوا معايا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. اول حاجه غادي نوجد هي الشرموله، غادي نحتاج ليها نص عصير ديال الحامضه، غادي نحتاج واحد راس ديال الثومه كامل، غادي نحتاج ربع حامضه مصيره، غنحتاج شويه قزبر ومعدنوس، نحتاج معلقه كبيره ديال التحميره، غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ونص ديال هاد العطريه اللي وريتها لكم في الفيديو السابق ديال الكراب، زوينه هاد العطريه بزاف. عندي واحد شويه ديال بودره الثوم، عندي معلقه ديال الكمون كبيره، معلقه كبيره ديال القزبر، شويه ديال الملحه، عندي نص معلقه ديال معجون الطماطم، عندي الصوجة، عندي واحد شويه الحار، اللي بغى يزيد الحار يزيد. غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، غادي نطحن كل شيء. صافي، ها هي الشرموله من بعد ما طحنتها، هذه هي اللي غادي نستعملها في البسطيله كامله. عندي هنايا الحوت الابيض، كل واحد يستعمل النوع ديال الحوت الابيض اللي بغى. بالنسبه للبنات اللي في امريكا وبغاو النوعيه اللي كنستعمل انا، المهم كنستعمل هاد ثلاثه ديال الانواع اللي غتشوفوا معايا دابا، كاين هاد النوع الاول وهاد الثاني. هذا هو النوع الثالث. دابا غادي ناخذ الحوت ديالي وغادي ندير ليه شرموله. عندي تقريبا هنا واحد الكيلو ونص ديال الحوت الابيض، غادي ناخذ اللاطا، غادي يكون فيها ورق ديال الطبخ، غادي ندير فيها الحوت اللي عندي وغادي نديروه في الفران، ما نخليوهش شي يقصح، المهم يطيب لينا شويه ونخرجوه. غادي ناخذ هنا واحد المقيله، درت فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الزبده، اللي بغى يزيد الكميه ديال الزبده يزيد. غادي ندير القمران اللي عندي، غادي نضيف الشرموله واحد المعلقه كبيره عامره. صافي، غادي نسوطي شويه هكا القمران غير واحد شويه. وغادي نحيدو من المقله، ضروري نصفيو، هاد المرحله ضروريه، غادي نصفيو وما كتشوفوش الكميه اللي كتنزل ديال الماء اللي غتخسر لينا البسطيله. غادي ناخذ عاوتاني واحد شويه ديال الزبده في المقيله، غادي ندير عليها سيبيا، سيبيا والكالامار اللي بغيتو، غادي نضيف معلقه عامره ديال الشرموله، غادي نسوطيها حتى هي شويه.
وغادي حتى هي نصفيها. غادي ناخذ هنا واحد شويه الماء اللي غليته من قبل وغادي ندير فيه الفطر الاسود حتى يضاعف الحجم ديالو. هذه هي النوعيه اللي كنستعمل بالنسبه للبنات اللي في امريكا. من بعد ما ضعف الحجم ديالو نحيته حتى هو صفيته مزيان حتى تسقطر من الماء، وقطعته هكا قطع صغيره وغادي نسوطيه حتى هو مع الشرموله. صافي كيف شفتوا راه خديت المقله درت فيها حتى شويه ديال الزبده ودرت الشرموله على الفطر الاسود، غنسوطيه غير واحد شويه ونحيدو. غادي ناخذ عاوتاني الفطر الطري كيف كتشوفوا هنا راه عندي واحد الكميه، درت معاه شويه ديال الزبده، غادي ندير حتى هو فيه شويه ديال الشرموله وغادي نسوطيه. غادي نضيف هنا واحد شويه ديال زيت الزيتون، صافي حتى يطيب لينا مزيان ينزل ونحيدوه. هنايا خديت عاوتاني الماء اللي غليته من قبل وغادي ندير فيه الشعريه الصينيه كيف كتشوفوا. صافي ونصفيها حتى هي من الماء. هنا عندي واحد البروه وحده مقطعه قطع صغيره وواحد البصله مشلده، درت معاهم واحد طريف ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون، غادي نقليهم واحد شويه عاد غادي نزيد عليهم الشرموله. دابا غنزيد الشرموله صافي، وهي طابت لينا واجده على هذا الشكل هذا، وعاد نحيدوها. غادي نضيف عليها الفيرميسال من بعد ما قطعتها قطع صغيره، غادي نضيف شرموله وغادي نسوطي شويه هذاك الشيء. انا ما كتعجبنيش الفيرميسال اولا الشعريه الصينيه نديرها بحال هكا كمل الماء سخون وصافي بلا ما تسوطا ولا هذا نديرها، يعني ما كتعجبنيش هذيك الطريقه، هذه هي الطريقه ديالي. غادي نضيف هذاك الفطر الاسود نضيف مازال الشرموله، ودائما نذوقو قبل ما نمونطيو البسطيله نذوقو واش كلشي هو هذاك في الملحه واش ناقصه شي حاجه. انا ضفت واحد الكميه ديال القمرون والسيبيا، غادي نضيف الحوت كيف شفتوها وخرجته من الفران. نقطعهم قطع يبقاو باينين هكا شويه، غادي نضيف مازال الشرموله اللي بقات ليا غادي نضيفها، وغادي نشعل على المقله غير واحد شويه صافي ونطفي عليها.
صافي الحشوه اللي وجدت معكم كامله هي واجده، غادي نخليوها ضروري تتبرد وغادي نعمروا بها البسطيله ديالنا. المهم كيف شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو الحشوه راها واجده وبردات. هنا راه خليت كيف قلت لكم في الاول، راه خليت شويه من الحوت الابيض اللي درنا في الفران، خليت شويه القمرون وشويه ياسيبيا. من بعد غادي تشوفوا معايا شنو غادي ندير بهم. غادي ناخذ دابا اللاطه، هاد اللاطه عندي ديال استعمال واحد وزوينه بالنسبه للبسطيله. غادي ناخذ الزبده هنايا اللي ذوبناها، ضفت معاها واحد شويه ديال الزيت، غادي ندهن اللاطه ديالي. صافي غادي نبقى نستف هكا في الورقه ديالي غير بشويه، لان هادي ديال الفيلو دغيا كتقطع، لكن ماشي مشكله راه كتقاد من بعد. المهم دائما ديروا دائما جوج علب تحطوهم ملي تكونوا كتصوروا بسطيله، جوج علب ديال الورقه ديال الفيلو النمره 4. لانها كتهز شويه البسطيله، كتهز الورقه لانها رقيقه هذه ديال الفيلو. المهم غتشوفوا معايا الطريقه كامله، هي موضحه في الفيديو. غادي نحتاجوا شويه ديال الورقه، نديروا هكا في الجناب والوسط. ضروري ميكونو كنخدمو بالورقة ديال الفيلو نغطيوها هكا بواحد الزويف وحنا كنخدمو، وحنا كنخدمو عاوتاني ضروري ندهنو بالزبدة. كنظن أن الطريقة كاملة هانتوما كتشوفوها واضحة معايا مزيان في الفيديو. هانتوما كتشوفوا شحال كتهز معانا ديال الورقه. ولكن صراحه كتجي بنينه بزاف هاد الورقه ديال الفيلو، كتجي زعما احسن من العاديه. صافي دابا غنبدا نضيف في العماره. الصراحه الاضاءه ما مبينش مزيان، عندي نقص الاضاءه ما عرفتش علاش. هاد الكميه اللي درت معاكم خرجت بها هاد البسطيله كبيره وبسطيله صغيره. ملي درت هكا العماره غادي نضيف الحوت اللي خليت منه، هكا غنضيف
بحال هكا كنقطع مرصوات شويه باينين ديال الحوت. نحاولوا نديرو في كل بلاصه في الجناب. غندير كذلك السيبيا اللي خليت. وغادي نضيف القمرون حتى هي الكميه اللي خليتها. نحاولوا نديرو في الجناب كاملين في كاع البلايص اللي بانوا لنا ما فيهمش نديرو نعمروهم كاملين. غادي نضيف واحد شويه ديال الفرماج. صافي غنبدا عاوتاني ندهن في الجناب ديال الورقه اللي عندي وغادي نبدا نسد البسطيله هكا. صافي دابا من بعد ما جمعت الجناب غادي ندير هكا نزيد الوراق من الفوق هكا باش نجمع البسطيله مزيان وتجي مقاده. وضروري ندهن بالزبده. واخا تقطع لكم هاد الورقه ديال الفيلو راه هي هكاك ولكن راه من بعد كتجمع. غادي ندهن كيف شفتوا من بعد ما جمعت البسطيله ديالي مزيان ندهن عاوتاني بالزبده. غادي ندخلها الفران يكون على عافيه مهيله ونخليوها طيب على خاطرها حتى طيب على خاطرها وتقرمل وهذيك الساعه نخرجوها. بالنسبه للكميه اللي بقات ليا ديال العماره انا درت بها بسطيله اخرى درتها صغيره. شفتوا هنا الاضاءه كيفاش دايره يعني سبحان الله في نفس الوقت صورت ولكن هنا خرجت الاضاءه مزيانه. البسطيله ديالنا هي وجدات كيف كتشوفوا كتجي ديك ورقه الفيلو كتجي بنينه بزاف. اللي ما عمرها جربتها غير جربها كتجي زوينه كتجي بنينه. المهم انا زينتها بوزروك اللي صوتيتهم من قبل شويه ديال القمرون وشويه ديال انواع ديال الفرماج. يعني التزيين كيبقى على حسب كل وحده تزين باللي متوفر واللي عجبها. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو فيديو اخرين ان شاء الله. والسلام عليكم.